شو هاد؟ رسالة وصلتني من صديقي. رسالة؟ ايه. يا لطيف. ولي شبه؟ يا ستار. لك شو في مات؟ لك يا ريت مات. انقتل. لك يا ريت انقتل. لك شو صار في جننتني يا ريت يا ريت. لك يا ريتي بعرف أرى واكتب لأرى لك هالرسالة. إيه لك هلا شو كل هالغلبة؟ إيه دور لك على شغل يا بي يعني بدل ما أنت قاعد. شو بدي أشتغل؟ رحت لطالبين أستاذ مدرسة بوزارة التربية. إيه ممتاز. ليه ما رحت؟ قدمت ورقة وقلعوني. ليش قلعوا؟ قال شو بدون أستاذ مدرسة يعرف يقرأ ويكتب. عجبك على الشغلة؟ إيه طبعاً مشان تعلم الطلاب. قلت لهم بتعلم وبعلم ما رضي وقلعوني. إيه يعني طيب ما لقيت شي شغلة غيرها؟ رحت اشتغلت بالكهرباء مصلح كهربائي. ايه ممتازة هاي الشغلة. كمان بعد يومين قلعني معلمي. ليش قلعك؟ شنو بعتني لصالح لبيت اوياني عنده الكهرباء مضروبة بس مدري شلون ركبت الشيط بالمقلوب قام صار البراد يحمي والصوب يتبرد صاروا يحطوا الاكل بالصوب يدفوا على البراد قام قلعني. طيب ما لقيت برضه شغلة بعدها؟ صرت اخترع اختراعات. وشو اختراعاتك؟ اخترعت مادة عواد السكين شنو السكين صارت المجتمع خطر. ايه صح. طيب ممتازة. شو هاي المادة؟ اخترعت مادة من القشر ليمونة تفاحة بردقانة نقطينا المادة عليها بتتقشر لحالها من القشر بطيخة نقطينا المادة على البطيخة بتتقشر لحالها. ايه ممتازة هاي المادة. شو هاي المادة؟ شامبو مزيل القشرة. شامبو مزيل للقشرة؟ نعم. ايه ممتازة والله.